لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، متظاهرون ناصرية ينشرون 40 فريقا تطوعيا ضمن حملات إغاثية ووقائية للحد من انتشار الكورونا. في موقع كتابات، الجيش الأمريكي يعلن حالة الاستنفار القصوى وتحليق مكثف للطيران فوق سماء العراق. في الشرق الأوسط، 30,000 وفاة بكورونا في العالم، ثلثاها في أوروبا. في صحيفة العرب اللندنية، واشنطن تستخدم العقوبات على إيران لإحداث تغيير في العراق. في موقع عربي 21، روسيا تعلن تطوير علاج لكورونا اعتمادا على تجربة الصين وفرنسا. في القدس العربي، بريطانيا أول وفاة في طاقم الخدمات الطبية بفيروس كورونا لجراح سوداني. وفي صحيفة العربي الجديد، تحذير إيراني لواشنطن بشأن العراق، لا سيناريوهات هوليودية. السلام عليكم. عن المناورات الأمريكية الإماراتية وسيناريو الانقلاب المحتمل بالعراق، كتب حاتم الفلاحي في موقع مركز رسام للدراسات، وجاء في المقال: يبدو أن إيران وميليشياتها في العراق تعيش ظروفا صعبة وحساسة ومعقدة بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس على جميع المستويات الداخلية والخارجية، بسبب الخلافات الكبيرة وكثرة التحديات التي تواجهها، خصوصا بعد تبادل الضربات الصاروخية بين القوات الأمريكية الموجودة في العراق وبين الميليشيات التابعة لإيران، حيث تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تأمين الحماية اللازمة لمصالحها وقواتها العسكرية في العراق. إن الرواية الأمريكية ترفض الفكرة الإيرانية التي تنظر إلى هذه المناورات بأنها مريبة وتستهدف مدينة معينة دون غيرها، وهي تجري على بعد 300 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية. كما إنهم يرفضون نظرية المؤامرة التي تسوقها الميليشيات التابعة لإيران في العراق، والتي تقول إن هناك تواطؤاً من قبل أحد الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى جهاز آخر عسكري، وتصر على أن هذه المناورات هي تدريبات روتينية تقام كل عامين. الأجنحة المسلحة التابعة للميليشيات الولائية التابعة لطهران قد شنت هجوماً شديداً وحاداً على رئيس الجمهورية برهم صالح وعلى المكلف بتشكيل الوزارة الجديدة عدنان الزرفي، بعد أن فشل محمد توفيق علاوي بتمرير تشكيلته الوزارية. وهناك اتهامات لهم بأنهم ضمن المحور الأمريكي الذي يقف بالضد من إيران ومن هذه الميليشيات التي باتت تهيمن وتسيطر على المشهد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي، علماً بأن الزرفي معروف بمواقفه المتشددة من الميليشيات منذ أحداث النجف عام 2005. ويقول الكاتب في الختام: يبقى التساؤل الكبير هو موقف الحكومة العراقية من هذا التصعيد الذي يجري على الأرض العراقية بين الميليشيات التابعة لإيران وبين القوات الأمريكية، بما فيها تبادل الاتهامات بين الطرفين. وما هو مصير الحراك الشعبي وسط هذه التجاذبات مع تفاقم الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط؟ لذا ستبقى جميع الخيارات والاحتمالات مفتوحة. تبقى الثورة الحية ذات الأطر والأفكار الكبيرة والطموحات الغنية بالعطاء وديمومة اتساعها في ضمائر الشعوب الحرة، تخاطب عقولها النيرة وتحاكي نفوسها الثائرة، وتستمد استمرارها وتألقها من إيمانها بقضيتها العادلة والدفاع عنها.
أمام هذا المشهد الإنساني الكبير الذي يعد العراق جزءاً منه ويعاني شعبه ما تعانيه شعوب العالم من مواجهة حقيقية لانتشار فيروس كورونا الذي أصبح هاجس جميع الناس وأحاديثهما المستمرة ومتابعتهما الميدانية لتطورات أحداثه كونه يشكل عامل الحياة والبقاء لهم في ظل أزمة إنسانية كبيرة يعيشها العالم في محاولة لإيجاد علاج وقائي يواجه به هذا الفيروس. وتأتي هذه الأحداث في وقت لا يزال فيه شعبنا العراقي يعاني وبكافة شرائحه المجتمعية ويجاهد نفسه في الوقوف أمام التحديات والأزمات التي يمر بها، خاصة وأنه يعيش منذ 6 أشهر وقائع ثورة تشرين المباركة وتحدياتها مع حكومة بغداد وأدواتها، ويحاول السير باتجاهات وطنية وبأفكار واضحة وبمعالم دقيقة يشرح فيها مطالب حقوقه وكرامته في العيش الكريم رغم العديد من الوسائل والإجراءات القمعية التي واجهها الثوار وقواعده الشعبية وقواه الجماهيرية، إلا أن انطلاقة الثورة استمرت في توهجها وتألقها وانتشار رقعة التأييد لها. ثورة تشرين هي ثورة الشعب بكافة انتماءاته وشرائحه المجتمعية، فعمق الوجود الشعبي لا يحدده النسبة والعدد الجماهيرية، بل تحدده الأطر الثورية التي يتمتع بها الشعب بصلابة موقفه وثبات مبادئه. الأكيد أن وباء كورونا الذي استخدمته طهران مادة للتراشق بالاتهامات مع واشنطن يستأثر بأولوية لدى النظام الإيراني الذي بدا ترابط مفاصله واهنا منذ أن قتل الأمريكيون الذراع الطويلة للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في حسابات الفصائل، خصوصا حزب الله العراقي ومن ورائه طهران. شراسة وباء كورونا نجحت في تجميد انتفاضة العراقيين، لكنها فشلت في تطويق نزاعات الطبقة السياسية خصوصا القوى الشيعية، وكلها نجت من ضغوط المتظاهرين لفرض حجر يبعدها عن مزاولة حكم الحصص والمغانم. نحو 4 أشهر مضت على استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وإن كانت المعضلة التي باتت مزمنة هي ولاء الجزء الأكبر من القوى والفصائل الشيعية والميليشيات المتخفية تحت قبعة الجيش العراقي للقرار الإيراني، فالوجه الآخر للإدمان على وصاية طهران هو عقم وطني، لأن من يعجز عن بناء دولة لا يمكن أن يحمي وطنا. بعد محمد علاوي أمام عدنان الزرفي مهلة حتى 17 أبريل لتشكيل حكومته، تستبعد حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً أن يرى العراقيون ولادتها ولو بعملية قيصرية. فالجميع ما زالوا أسرى لعبة نظام المحاصصة الذي تمسك إيران بخيوطه، تلهي أركانه بمغانم وامتيازات، فيما تحتجز العراق وقراره رهينة لمصالحها ومقتضيات الاشتباك مع الأمريكيين. نجح وباء كورونا حيث فشلت كل محاولات مقتدى الصدر في تجميد الانتفاضة التي حاصرت كل رموز النظام وأدوارها، فبات الوباء العدو لطهران في إيران صديقاً جمد ارتدادات الزلزال السياسي الذي هز مصالحها في العراق منذ أكتوبر الماضي. تلك هي المفارقة الأولى في وقائع يوميات وباء عالمي في بلاد الرافدين. تحت سقف المواجهة ورذاذ الوباء لا تبدو وعود الزرفي أقل ابتعاداً عن الواقع من البرنامج الذي أطلقه محمد علاوي قبل استسلامه للمستحيل وانسحابه من ماراثون استيلاد الحكومة. فلا الابتعاد عن الصراع الأمريكي الإيراني متاح بقرار عراقي، ولا رحلة الألف ميل إلى العراق أولاً بدأت خطوتها الأولى. مأساة العراق عقم وطني لا تجدي معه كل حملات التعقيم ما دام الحاكم هو الضوء الأخضر الإيراني.
نشرت مجلة أتلانتيك الأمريكية مقالا للصحفي البريطاني إيد جونغ تحدث فيه عن السياسات التي وضعها صناع القرار في الكثير من بلدان العالم للتصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي لعبت دورا مهما إما في تضييق الخناق على الفيروس أو في مزيد استفحاله أكثر. وقال الكاتب: الكثير من الأماكن انهارت اقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية. سيكون من الصعب على الولايات المتحدة اللحاق بركب الدول التي تمكنت من الحد من الإصابات، ذلك أن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى منذ عدة أيام ستبدأ الأعراض بالظهور عليهم في الوقت الحالي، حتى ولو سبق أن عزلوا أنفسهم في هذه الأثناء. سوف يدخل بعض هؤلاء الأشخاص إلى وحدات العناية المركزة في أوائل شهر نيسان إبريل في الواقع. تقدم إيطاليا وإسبانيا تحذيرات مخيفة بشأن المستقبل، إذ إن المستشفيات لم تعد تملك غرفا شاغرة، كما تعاني من نقص في الإمدادات والموظفين. ومن جهة أخرى، اضطر الأطباء غير القادرين على إنقاذ الجميع إلى اختيار رعاية المرضى الذين يبدون بوادر الشفاء، بينما يتركون الآخرين للموت. وبحلول نهاية الصيف سيكون الوباء قد قتل 2.2 مليون أمريكي بشكل مباشر، بغض النظر عن أولئك الذين سيموتون بشكل غير مباشر بسبب عجز المستشفيات عن الاهتمام بالمصابين بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وحوادث السيارات. هذا هو السيناريو الأسوأ، ولتجنب ذلك ينبغي أن تحدث 4 أمور بسرعة. وذكر الكاتب أن الجيل الجديد الذي سيولد في خضم هذه الأزمة الصحية العالمية سيعيش في مجتمع شهد تغييرات جذرية جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه أطلق عليه اسم الجيل سي، وأضاف أن معالم حياة الجيل سي الجديد ستتشكل من خلال الخيارات والتدابير التي سيقع اتخاذها في الأسابيع المقبلة من قبل صناع القرار، ومن خلال الخسائر التي سيتكبدها العالم بسببها. في مقال للكاتب ستيفن كوك كبير الباحثين في دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن تخلي العالم عن اللاجئين في مدينة إدلب السورية في وقت عصيب يواجه فيه الجميع جائحة كورونا لن يمر دون عقاب للعالم. سيكون العقاب من لاجئي سوريا للعالم عبر موجة جديدة من وباء فيروس كورونا، وهو الأمر الذي سيفاقم التهديدات وفي ظل ظروف أقل خطورة من الوضع الراهن مع تفشي الفيروس. كان لاجئون سوريون يعيشون أزمات إنسانية مرعبة، فما الذي سيحدث؟ يتساءل الكاتب ستيفن كوك في ظل ظروف معقدة أكثر فأكثر. يفتقد فيها اللاجئون والنازحون داخل البلاد إلى معدات كافية للتعامل مع فيروس كورونا. ويوضح كوك أن الأزمة الحقيقية ستظهر إذا اجتاح الفيروس إدلب، إذ من شأن ذلك أن يطيل أمد الأزمة ليس للسوريين فقط، وإنما للأردنيين والأتراك واللبنانيين والروس والأوروبيين والإيرانيين أيضاً. ويتابع الكاتب بالقول إن مصادر العدوى إلى سكان إدلب بفيروس كورونا الأمر الذي يتوقع أن يكون قد وصل بالفعل إلى المحافظة قد تشمل أفراد الحرس الثوري الإيراني والطيارين الروس والصحفيين الغربيين والقوات التركية وعمال الإغاثة الذين يصلون من مناطق مختلفة، وسيصبح الوضع كارثياً ومروعاً في إدلب إذا أصبح الوباء متفشياً في المدينة المحاصرة. ويختتم ستيفن كوك بالقول إن قادة العالم سيستمرون بالوقوف جانباً كما فعلوا طوال فترة انزلاق سوريا إلى العنف، وسيشاهدون عن بعد انفجار الوضع في محافظة إدلب وتمدده إلى بلدانهم نتيجة التقاعس، وسيتحمل قادة العالم المسؤولية الأخلاقية عن الوفيات في سوريا والمنطقة وحتى في أوروبا. ذكر موقع ميدل إيست آي أن التدخل العسكري التركي في سوريا أعاد لتركيا مصداقيتها وإمكانياتها بصفتها طرفاً رئيساً في ساحة الصراع،
ما أعطى سكان إدلب استراحة كانوا بحاجة إليها. لكل من أنقرة وواشنطن مصالح مشتركة في سوريا، منع عودة النظام وإعادة سيطرته على البلد كله، ووقف النفوذ الإيراني عند حده، وتأخير تسوية ما بعد الحرب التي ستسمح بتدفق التمويل الخارجي لإعادة بناء سوريا، وستسمح بإعادة اندماج النظام في المجتمع الدولي. تركيا وأمريكا هما فقط بقوة تحالفهما في ساحة الصراع، فما تزالان لاعبتين صغيرتين على الأرض، وما تزالان مترددتين في مساواة المنافسين من حيث القوة البشرية والإمكانيات. واشنطن وأنقرة افترقتا بشكل متزايد نتيجة لاعتماد أمريكا على وحدات حماية الشعب الكردية، وفشل واشنطن في تهدئة المخاوف التركية المتعلقة بالأمن القومي، لافتا إلى أن التوتر في العلاقة ازداد بعد أن اشترت تركيا صواريخ S-400 من روسيا، وهو القرار الذي يمكن الرجوع عنه في الأشهر القادمة. ويقول الموقع: يمكن التفاوض مع موسكو والضغط عليها إذا استخدمت القوة العسكرية كما أظهر التدخل التركي، وهذا يجب أن يشكل الأساس لكيف يمكن للغرب أن يضغط بإمكانياته العسكرية الكبيرة في صراع قد يولد سلسلة من الفرص غير المتوقعة للغرب لتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الحلفاء التقليديين مثل تركيا. يمضي أكثر من 3 مليارات شخص نهاية أسبوع جديدة قيد الحجز المنزلي حول العالم في مواجهة تسارع انتشار فيروس كورونا الذي أسفر عن وفاة أكثر من 28,000 شخص وإصابة أكثر من 600,000 حتى الآن. في شبه الجزيرة الإيطالية قتل الوباء نحو 1,000 شخص خلال 24 ساعة في حصيلة يومية غير مسبوقة في بلد واحد منذ بداية الأزمة، وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية لأكبر عدد وفيات في العالم. فرنسا مددت الحكومة لأسبوعين إجراءات الحجر المنزلي للسكان اعتبارا من 3 وحتى 15 من نيسان أبريل، وقام الجيش بنقل مريضين مصابين بالفيروس من ميدز إلى مدينة آيسن الألمانية بطوافة قتالية بحسب ما أعلنت وزيرة الجيوش فلورنس بارلي. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.